بعد الثاني شهاب التربسي والحكم الرابع مراد الجربي مراقب المباراة علان المالكي. كل فريق نجم يمر بفترة صعيبة شوية لكن كان قادر بشكر منه في آخر الوقت. شكرا ليك فاروق ترجع الكرة لأبناء أولمبيك سيدي بوزيد تغلط باش تخلص سير لوشون كما قلت لك معناتها هفوة كبيرة من برشا من المدافع اللي كان نجم يتفاداه كان نجم يخرج كرة كورنير ويتفادى الهدف. ونذكروا فاروق الموسم الماضي لا شيء يعني الأسبقية حسب الأرقام أولمبيك سيدي بوزيد في المواجهات ضد النادي مازالت يتابع العملية محمد الجندوبي المدافع السابق كان العبد لصالح فريق سبورتيك بن عروسة أمامكم على الصورة إعادة محمد الجندوبي لصالح النادي الوزارتي التنفيذ من مهدم حسب فرص من الكورنر اللي جاته كلها لشير اليمين معناتها فرص شنو جوز بيرك قاعدين معناتها يخدموا أكثر على الشير اليمين نتاعه تسعة خمسة أهداف جنبي يلتحق إدارة الكونغولي للجزائري الشنيحي والخميسي في طليعة ترتيب الهدافين برافيو في طليعة ترتيب كذا مهاجمين الشنيحي مهاجم نادي فريقي فايس الخميسي الجندوبي يتابع فيه يوسف أمريكي يلعب كورة على اليسار دفاع النادي بوزات حلوة ياسر من الرومانية العروسي البرغوفي يلعب مع محمد الجندوبي يتوزع خطيرة مات ديان معاك ديان يلعب مع محمد الجندوبي والتغطية كورة تخرج دخل كان من مهدي بن نسيب بالفعل شوف يساق اليسار المدافع النادي بوزات كيفاش ضربت الكورة مع مرور الوقت تغيرات جديدة. تو نذكر بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام بالوقت أبناء المدرب خالد المولي تتوزع الكرة سليمان تشوك رأسية قائد الفريق مرسى. ليت إت جو. نلخص لكل هذه المباراة الجولة الثانية إياب باش يكون ليلة على القناة الوطنية الأولى. لعب بسرعة قميص المعواني يلعب مع الإسماعيلي سنغري يوسف بن جي في التغطية دور كبير بن جي. الكسراوي بركة من مجدي محسومي أسامة الدراجي فماش مخالفة يقول الحكم وسيم بن صالح ترجع لصالح ولا تكسي لبوزيد هجوم معاكس سريع هذا العملية إسماعيل سنجري يلعب كورة مع محمد لاحظوا الإعادة ثلاثة لاعبين هم سبعة لاعبين هم قاعدين يشاركوا في الجولة معناتها لاحظوا سبعة لاعبين كاملين معناتها ثلاثة لاعبين يلزم أكثر من سنتر مخالفة لصالح ليت إت جو يلعب مع